إذن انطلقت اليوم دورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، دورة تستنى فيها العائلات التونسية الكل، حتى اللي ما عندوش ولده يقرأ في البكالوريا أكيد عنده ولد أخته ولد عمه وجاره، الناس الكل الأسبوع هذا تعيش على وقع امتحانات البكالوريا، هما من أول العام ولكن توا باش يبدا الضغط يطلع أكثر وباش يبدا ستريس يطلع أكثر في انتظار أنه تطلع النتائج إن شاء الله مفرحة لكل التوانسة. سي محمد، استعدادات خاصة كل سنة تقوم بها وزارة التربية والوزارات المداخلة لتأمين سير جيد لامتحانات البكالوريا. صحيح، قبل كل شيء نتمنى التوفيق لوليداتنا والنجاح لهم اللي توجهوا اليوم للمراكز الامتحانات في مختلف الجهات في الجمهورية كل، إن شاء الله يحلفهم التوفيق وإن شاء الله تتعدى الامتحانات في ظروف طيبة. الوزارة التربية استعدت لها كل الاستعداد، وطبعا نعرف الناس الكل اللي الاستعداد للامتحانات ما يبداش من تو، راهو يبدا من نهاية الامتحانات هذه نبداو نستعدوا للسنة المقبلة للامتحانات، للاعداد والاستعداد لهذه المحطة وهذا الاستحقاق التربوي اللي كما قلت عائلات التونسية الكل تمسها من قريب او من بعيد، لازم تلقى فما شكون عنده ولده يعدي البكالوريا، ان شاء الله بالتوفيق لهم الكل. هذاك علاش وزارة التربية عدت العدة في جميع المستويات، المستوى اللوجستي والمادي وأعداد الامتحانات، طبعا عاضدها في هذا عدة مؤسسات وعدة وزارات أخرى نثمنوا تدخل نتاعهم نشكرهم بالمناسبة، اللي هم وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة، وزارة النقل، العديد من المتدخلين في هذه العملية، ناهيك أنه اللي يشاركوا في الأعداد الامتحانات هم يوصلوا 150 ألف موظف وموظفة وأستاذ وعامل وغيره في هذا المجال لإنجاح هذه المحطة. الامتحانات الوطنية كما نعرفوها الناس الكل هي امتحانات محمية ومؤمنة عبر آليات حطتها وزارة التربية وماكينة وزارة التربية، الناس الكل تعرفها اللي هي متعودة بتنظيم الامتحانات على أحسن وجه وتأمين الظروف الطيبة لوليداتنا التلامذة اللي قاعدين يعديوا في 586 مركز امتحان موزع على كامل الجمهورية. ونحب نذكر هنا بالعدد التلامذة سنة اللي هو زاد فاق العام ناول سنة 140206 مترشح ومترشحة، يتوزعوا على غالبيتهم في المعاهد العمومية اللي هو عددهم 115000 وأكثر، و 17000 قرابة 17000 في المعاهد الخاصة، وأكثر من 7000 في المترشحين بصفة فردية وحدهم. نتمنى التوفيق للكل إن شاء الله. وزارة التربية الامتحان نحب نطمن هنا رسالة طمأنة اللي الامتحان هو أعد من خيرة خبرائنا وهو في متناول التلميذ المتوسط، يعني اللي أعد طبعا أعداد جيد للامتحان، خاطر الامتحان ما يقاش أعداده طبعا في الفترة الأخيرة هو ثمرة عمل من قبل حتى العام الدراسي متاع البكالوريا إلى نهاية السنة الدراسية. يعني هنا رسالة طمأنة، راهو اللي يخدم على روحه في فترة الامتحان فترة السنة الدراسية كاملة راهو الامتحان في متناول الجميع بقدرة الله. أستاذ، البكالوريا حدث معناها ما تعيشوش العائلة فقط، حتى معناتها الأقارب والجيران والناس الكل، وكأنه الحدث هذايا يتفوق على كل الأحداث اللي نعيشوها في حياتنا. معناتها ساعات تلقى إنسان فرحة البكالوريا يقعد يتذكرها أكثر من فرحة التخرج أو حتى أكثر من فرحة الزواج، أو معناتها ديما تقعد البكالوريا حدث فارق وعنده نكهته الخاصة. اولا يعني نهنئ وزاره التربيه على انه بلوغ هذه المرحله اللي هي بدايه معناها الدوره الرئيسيه للبكالوريا واللي هي تتويج لجهود كما كان يقول لسنه كامله، لكن من الناحيه البكالوريا ليست ظاهره اسريه، البكالوريا هي ظاهره مجتمعيه، ونستطيع ان نقول انها ظاهره اجتماعيه، ظاهره مجتمعيه من حيث انها تعني المجتمع ولا تعني فقط الفرد المترشح للبكالوريا ولا تعني الجانب الرسمي اللي هو وزارة التربية، ولكن تعني كلية المجتمع انطلاقا من الفرد المترشح إلى الأسرة إلى الحي إلى المدينة إلى الجمهورية. لماذا؟ لأنه في هذه الفترة تصبح هي ظاهرة اجتماعية، بمعنى أنه الأقارب يتذكرون أقاربهم، ولد فلان هذه السنة له بكالوريا، وبالتالي تلعب البكالوريا دور ما يسمى بالتقريب
التقريب الاجتماعي الذي هو في سائر الأيامات عدا البكالوريا، العلاقات الاجتماعية حتى ما داخل الحي وداخل المدينة تتسم كما يقول زيمن بالعزلة الاجتماعية وبالغربة، كل منشغل بذاته وكل منشغل باهتماماته معناها المهنية أو الأسرية وغير ذلك، وبالتالي هنا تلعب البكالوريا دورا اجتماعيا في ترميم العلاقات الاجتماعية داخل حتى الحي، من حيث أنه يصبح الجار يسأل على ابن الجار، يحاول أن يقدم له نوع من المساندة المعنوية من خلال الابتسامة والضحكة، هيا عايش ولدي عادايم عمني عليك السناء إلى غير ذلك، في حين أنه في سائر الأيامات هناك التجاهل، معنى العلاقات تطغى عليها التجاهل الاجتماعي أنه لا نهتم بتفاصيل حياة أجوارنا. من هذه الناحية ظاهرة البكالوريا ظاهرة مهمة جدا، ثم هي مهمة بالنسبة للعائلة لأنها ستشكل لحظة فارقة فيها تتويج لمرحلة لم يكن هناك تسليط الضوء على الابن، لأنه هناك الباساج أوتوماتيك من السنة أولى ثانية ثالثة، وحتى الأجوار وحتى العائلة لا تتفطن إذا رسب التلميذ من سنة إلى سنة، ولكن تتفطن إذا رسب في البكالوريا، وبالتالي يصبح أهمية النجاح مضاعف ملتيبليه، معناها مضاعف أكثر من ذي قبل. وهو لماذا؟ لأنه الآن الابن لم يعد ينجح لذاته بل أصبح سينجح لغيره. من هو غيره؟ الأسرة، هو باش ينجح من أجل بوه وأمه، رفع رأس العائلة وإلى غير ذلك، ثم من أجل عدم وضع العائلة في إحراج اجتماعي نتيجة أن الجار هذا باش ينجح هو أم لا. ولذلك نفهم لماذا البعض يعتبر أن النجاح هدف في حد ذاته، وهذا يمارس على ذكر ضغط يجعل البعض تصبح النجاح هو غاية في حد ذاته وليس المعد، المهم أني أنجح كي لا أحرج العائلة داخل الحي وداخل العائلة الموسعة. سي محمد، حسب الومضة اللي شفناها واللي أعدتها وزارة التربية سنة بمناسبة امتحانات البكالوريا، شفنا حاجة جديدة، ومضة جديدة، تصوير جديد، معناها الومضة هي بالأساس للغش في العادة، باش نوعي المترشحين بضرورة أنه يعتمدوا على أنفسهم ويبعدوا على أساليب الغش، ولكن شفنا فيها وكأنه تكريم لعدة شخصيات في الومضة هذه، تحكيوا شوي على الومضة سي محمد؟ صحيح، شكرا على تسليط الأضواء على الومضة هذه اللي هي ومضة استثنائية نعتبرها أنا شخصيا. أول حاجة من ناحية المقاربة، ما هيش مقاربة ردعية أو ممكن تخويف التلميذ بقدر ما هي مقاربة تحسيسية للتلميذ، وفيها حتى سمحني نوع من تحميل المسؤولية وقت اللي تبدأوا الومضة بالنشيد الوطني، تحسوا أنه هو حدث وطني كبير وتحملوا هو المسؤولية وكأنه التلميذ توروا مسؤوليتك أنت. بالضبط، هي فيها عدة مشاهد، انطلقت المشهد الأول كما قلت أنت بالوطنية، التلميذ يعني يخدم الوطن متاعه، حتى هيك أنه حتى الأدوار اللي مثلوهم هما تلامذة، يعني زوز الشخصيات القمص والدور في الومضة هما تلامذة بكالوريا تم اختيارهم بمواصفات معينة. المشهد الأولاني حب الوطن، تحية العلم اللي هي في قلوب التوانسة الكل، في قلوب وليداتنا والجيل الجاي اللي مش يرفع راية تونس للمستقبل بقرايته، مش يوصل تونس لأعلى مناصب كما كانت تونس ديما في أعلى مناصب بولاد تونس وبالذكاء التونسي. هذاك علاش في المشهد الثاني تعدينا للتحميل الأمانة، واللي هي أخذينا صورة قرآنية فيها معنى قيمة الأمانة عند الإنسان، اللي هي أمانة باش نوصلوها على مستوى التعليم، هي أمانة في يد المربين باش يوصلوا وليداتهم للنجاح، كيف عند التلامذة باش يوصلوا الأمانة اللي زرعت فيهم لبلادهم باش ينوروا بلادهم بالتاريخ. دونك كانت مقاربة هنا روحانية إنسانية. من بعد كيف نتعداو المشاهد أخرى اللي فيها تلميذ كي يواظب وينجح، وذاك عليه الشعار الدورة هذه الجدارة والاستحقاق، كي ينجح على باستحقاق يعني ينجم يكون في مناصب معينة. خذينا بعض المهن اللي جسد النجاح هذايا، لكن في الختام تاع الومضة بينا اللي التلميذ اللي حتى ما وصلش باش خذا البكالوريا يعني ماهيش نهاية العالم، يعني قدامه آفاق أخرى مفتوحة قدامه في البلاد التونسية،
عندنا إمكانية مراكز التكوين، فما آفاق أخرى اللي ما بعد البكالوريا يعني بالنجاح أو ربما بالإخفاق، لكن ماهيش نهاية مساره الحياتي، بالعكس مازال قدامه آفاق أخرى. هذاك علاش المشهد الثاني جسد في مصنع وفما مهندسين وفما عمل فيه اللي هما باش يقوموا بدورهم في مستوى هذاك. يعني بالنسبة لينا حاولنا نحسوا التلميذ اللي راهو الغش، يعني ما ركزتوش في الومضة من الأول الومضة لآخر الومضة، هكا في الآخر هكا حكيتوا على الغش فقط، معناها إشارة فقط باعتبار احنا في وزارة التربية ما حبيناش نعطيو الغش أهمية أكثر من قيمتها، يعني باش نهولوا موضوع الغش، خاطر موضوع الغش راهو في الامتحانات الوطنية بالإحصائيات الموجودة عندنا راهو أول حاجة في انخفاض، يعني مقارنة بالدورة نتاع سنة 2022 والدورة 23، يعني عدد حالات الغش يعني نقص بتقريب 600 اكثر من 600 حالة مقارنة بالسنة اللي قبلها، مع انه فما شبكات معناها تستعد وتتجند محترفة للموعد هذايا، معناتها مهم ياسر ان نقولوا معناها زيد، معناها علاش ناخذ الباك نتاعي وانا ما بطريقه معناها غير معناها باهيه، ما ناخذها باستحقاق وبجداره كما قلت انت. هذاك علاش احنا المقاربه نتاعنا مش تكون بالدرجه الاولى توعويه تحسيسيه، لكن في الدرجه الثانيه فما زاد تطبيق القانون. تطبيق القانون على كل غش او محاوله غش. وهنا نحب نشكر زاد على ذكر كلامك، نشكر وزاره الداخليه اللي قايمه بمجهود جبار في التصدي للشبكات هذه، اللي التاجر بتلامذتنا، التاجر بيعان اكل وسائل الجديده التقنيه باش يحاولوا يغشوا، ولو اني ديما نقول ماهيش حاله كبيره برشا بارابور العدد التلامذه 140 اكثر من 140 الف، يعني فما 1000 حاله على غش مقارنه لهذايا، رغم اللي احنا حاله غش واحده ما تكونش موجوده بالكل، ما تكونش موجوده، لكن حسوا تلامذه ديما وزارة الداخلية معاضتنا في المجهود هذايا للتصدي للعصابات هذوما، كيف تلامذتنا وقاع التوعية نتاعهم على مستوى الدراسة، قاعد يوصل لهم تو رسالات قصيرة يعني كل للتنبيه لمغبة الوقوع في الغش، كيف اذا كان يعني لانه باش يتحرم من امتحان البكالوريا لمده من سنه الى خمس سنوات، وهذه عقوبه كبيره، معناتها المفروض انسان ما يخاطرش بمستقبله. بالضبط، يعني اللي لو فرضنا تلميذ ما تمكنش من الحصول على البكالوريا نتاعو، اول حاجه عنده امكانيه الاعاده على على العديد من المستويات في المؤسسه نتاعو او فردي، يعني عنده امكانيه باش يواصل، يعني يطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، يعني ينجم يزيد يعاود ويكرر. ثاني حاجة عنده آفاق أخرى، وهنا نحب نبين اللي برنامج وزارة التربية بالتنسيق مع مؤسسات أخرى، وزارة التكوين المهني، وزارة الدفاع، وزارة الفلاحة، اللي فما برامج تكوينية اللي تضمن مستقبل، والمستقبل زاد زاهر بكدا في المجال هذايا اللي تونس ما احتاجت له. ان شاء الله ربي يوفقهم الكل في الامتحان، وما نحكيوش بالكل في الدوره هذه على الغش. استاذ تراش معايا وانه ساعات معناها المترشح تلمو فما ضغط كبير عليه من عائلته ومن المجتمع كما كنت تحكي انت، ويحس بالمسؤوليه الكبيره انه معناها يولي يستصعب امتحان البكالوريا ويلتجا للطرق هذه، وفي عوض ما يقعد يحضر دروسه ويراجع دروسه يبدا يلوج، وتوا ولات شبكات على وسائل التواصل الاجتماعي تنشط وتبيع حتى في لي زاباري هذوك اللي يستعملوهم للغش وبارقام معناها وبمبالغ ماليه كبيره. ما تراش وانه معناها المفروض حتى الولي ما يشجعش ابنه على اتباع الاسلوب هذا؟ طبيعي، لانه اولا العائله يجب ان توفر الاطار العاطفي والوجداني للاحاطه بالمترشح، لانه ليست هي التي ستدرسه، هي مطالبه فقط ان توفر المناخ الاسري الملائم ليراجع في اريحيه وليتابع امتحاناته في اريحيه، دونك المتابعه مطلوبه، ولكن لا يجب ان تتحول الى كنترول، الى مراقبه، لان حينما تتحول الى مراقبه تتحول الى ضغط، وهذا الضغط يجعل فكره النجاح تصبح لها قوة تأثير وإكراه، إذن لابد أن أنجح، وهنا يأتي بأي الوسائل، فتضاف الجملة لابد أن أنجح بأي وسيلة. إذن كلمة بأي وسيلة والتي تفتح منافذ للغش هي تتأتى من شدة لا الرغبة في النجاح، ولكن من شدة ضرورة النجاح.
وبين قوسين استاذ ندخلوا فك المقارنات، صاحبك فلان وولد عمك وولد خالك كما كنت نقول ضغط الاسره، هذاك يقرا على روحه تو ينجح وانت ما تنجحش، هذيك المخطره زاد ايضا على النفسيه. وهذا ما تجعله هو تحت ضغط يبحث عن اذا لابد من النجاح بعيد عن منطق الاستحقاق او الجداره. لمن؟ ليس لكل المترشحين، وانما للفئه المسمى بال نوعا ما الهشه، اي الفئه التي ليست ضامنه لنجاحها بنسبه كبيره، ولكنها ليست لا تشك في نجاحها، اذا هي فتقع في المنطقه الوسط، هي ليست متاكده جدا مثل الفئه اللي تشتغل على الامتياز، وليست هي متشكه في نجاحها. ففي حينما تقع في هذه المساحه، حينما يمارس عليها ضغط اجتماعي رهيب وشديد، هنا تأتي جملة اللي كنت نقولها مهما كانت الأسباب، وبالتالي هنا يقع في يستسهل الغش. لماذا؟ لأنه لابد أن أنجح حتى لا حتى يتهرب من هذه الإجابات الأسرية، من الوضع العائلة في حاجة. لكن لو أنه يقع إعداد المترشح على أنه هذا امتحان تتويج لمسار، هو كما كان يقول أنه ليس هو سنة ساعة، بل هو انطلاقا من التوجيه الذي أخذه من لحظة أخذ التوجيه رياضيات أو علوم، بدأ استعداده للبكالوريا علوم أو البكالوريا رياضيات أو البكالوريا آداب أو الاقتصاد، وبالتالي هي التتويج. إذن عليك أن تكون أنت واعي بأهدافك، وواعي بماذا يجب، هذه الأهداف ماذا تستحق منك من تضحيات ومن وسائل ومن أعداد، وأنا موجود لأساعدك. هكذا تكون المرافقة العائلية تخلق مناخ من الأريحية. أولا هناك متابعة يشعر بها الابن، لأنه غيابها أيضا يمارس تأثير سلبي، ثم لا تتحول إلى كنترول، إلى مراقبة، ولا تتحول إلى ضغط. إلى ضغط. ثم فيها جانب من الحرية، خليه الحرية، أنت تعرف شو يصلح بيك، أنت تعرف أنه مثلا حينما أجد ابني يسهر تقول له لا ما تسهر، يقول أنا نعرف شو نعمل. طيب أنا نعرف اللي أنت عارف شو تعمل، حتى ولو أنا متخوف من هذا الإجهاد الذي يمارس، ولكن هو في نهاية المطاف إذا كان هذا الإجهاد هو قراره الذاتي وقراره الشخصي، فإنه هو قادر على تجاوز المصاعب وتحملها، لأنه هو لم يجهد نفسه إلا لكي يتماشى مع الهدف الذي وضعه لنفسه. نحاول أن نعطي دائما جانب من الحرية، هامش من المرونة، من الاستقلالية للأبناء، حتى هم يشعرون أن قرارهم هذايا في محله، وبدل أن المتابعة الدقيقة تصبح حصار، وخاصة الوقوف أمام المعهد في أول يوم وكل يوم، وانتظاره مثل ما انتظروا في السيزيام، معناها مترشح بكالوريا، وجبتي البريون باش نشوفوا واش خدمت وشنو عملت، وهو يبدا تاعب ومرهق ومن التفكير وكل، وين نبدا نقرر فيها شنو عملت بك جاوبتها. الأسئلة في تلك في ذلك الوقت غير مسموح بها، لانه هو في مرحله يحتاج الى التشجيع حتى ينهي مع مرحله ويفكر في الغد. لابد ان المترشح دائما نساعده على ان تنتهي التفكير في الامتحان لحظة انتهائه من الامتحان، يبدأ يفكر في امتحان الغد، يحضر نفسانيا إلى الغد نفسانيا أو معرفيا أو كذا، ما وقع اجتيازه انتهى. صح، هذا مهم جدا. احنا بما اننا نحكيوا على الصغيرات مترشحين، هم ما عادش صغيرات، نحكيوا عليهم كيفاش حضروا، لازمنا نشوفوا مجموعه من المترشحين للبكالوريا. قابلناهم في المكتبه الجهويه في منوبه، وشكر خاص للمدام ايناس الحكيمي مديره المكتبه اللي مكنتنا ان نصوروا المترشحين هذوما. كيفاش حضروا، كيفاش كانت فتره المراجعه من بدايه السنه، شنو ما اهدافهم، كيفاش يخموا في البكالوريا، وكيفاش يخموا ما بعد البكالوريا، باش تفهموا اللي ما شاء الله معناها الجيل اللي موجود توا واعي ومعناتها وفاهم روحه وشنو يحب وفاهم روحه وين يحب يوصل. نشوفوا الروبورتاج ونرجع نحكي. كمكتبة جهوية
الجمهوريه حاولنا ان نوفروا الظروف الملائمه لتلامذتنا من روادنا التلامذه اللي جيونا لباك، حاولنا نحاول نخدموا معاهم عديد الورشات في التنميه البشريه، عديد الورشات ايضا في مع اخصائيين نفسيين بالتعاون مع ايضا مع الهلال التونسي فرع منوبه، خدمنا معاهم عديد وعديد الحصص، كذلك وفرنا لهم المراجع، وفرنا لهم الكتب اللي يعتمدوها في محاضراتهم وفي مداخلاتهم خاصه في من ناحيه العربيه من ناحيه الفلسفه. دونك حاولنا ان كيف نوفروا لهم الظروف المناسبه باش نهيئوهم، خاصه الفتره هذه اغلبيه روادنا هم كلهم من جماعه الباك ومن تلامذه الباك. قاعده نجي للمكتبه معناها انا واصحابي على نص معناها على الجو هذاك وسافا يعني مع ليتوديت والكل، نحاول زاد نلقى شويه وقت في الدار باش نجم ريفيز وحدي، خاطر ريفيزيون وحدي هي اهم حاجه. وراجعه في الدار في المكتبه لهنا كل مره كيفاه، نخرج ساعات حتى للقهوه انا والولاد. أبار حتى انا وقتي نخدموا مع بعضنا في الدار، كي معناها كي نجيو للمكتبه ولا فازا نخدموا مع صاحباتنا. نجي للمكتبه وريفيزيون واحد وكل مره كيفيه هاكا، مره مع الصحاب مره وحدي. هي المراجعه الحقيقه انا بديت من وسط العام، اول عام نحاول هكا ساعات وساعات نتيح ساعات الفوق ساعات لا، وبعد في وسط العام شديت شويه الريتم وكا مشيت. لازمك من اول عام انت تبني، قاعده تبني في باز، قاعده تبني في باز، لازمك من اول العام تبني هالباز هذيك، خاطر باش تنقص اول حاجه على روحك الشارج، خاطر باش تلقى روحك في اخر العام عندك عباره بجمعتين كهاو باش تخلط تريفيس فيهم كل شيء من اول عام، باش تلقى روحك ناسي، باش تلقى روحك ستريسي مضغوط على الاخر. ديما نقرا على راحتي، ديما مرتاح، ما نسحقش برشا قرايه برشا تركيز، جست باش نحسبوا عام نتاع جو، عام مزيان باش يتعدى لي ان شاء الله. بو خاطر نحنا نحسوا في روحنا حاضرين، جست طلع خفيف على كل شيء، معناها نحنا 15 يوم فيا معناها باش نعاودوا فيها حاجات خفيفه، خاطر نحنا اصلا مريفزين معناها من قبل. انا الحق من اول عام ما عملتش يعني منهجيه وكل شيء، اما في الاخر هكايا شويه بديت يعني قسمت هكا وقتي كيفاش باش نعمل كيفاش باش نخدم وكل شيء. ماديا والله اي، بالنسبه للعوام الاخرين مثلا ايتوديت قرايه برا خروجات اي تكلفت لي برشا، وعلى العوامل الاخرين فما فرق معنا. احنا ما نقراوش برشا ايتوديت بخاطر مخصصين الوقت الاكثر للدار، خاطر خدمه الدار هي بريسك 80% معناها، خاطر الواحد كي يقعد بينه وبين روحه يشوف روحه شنو ناقص بارابور في الايتود، يخدم على الناس الكل تلقاه على 15 واحد معناها ما يركزش عليك انت بالضبط معناها شنو ناقص معناها شنو حاجه مش فاهمها، يخدم على الناس الكل. دونك نحنا نقراو ايتود معناها ايتود مات واحد فيزيك واحد، اما بقية نخدموا وحدنا معناها في الدار. لازم كي تدخل للباك لازم تكون عندك اهداف معينه، مش تدخل الباك برا ننجح للباك وكهو، خاطر ريت كي تحط جول معين لروحك راك توصل له، خاطر كي تولي تخدم نقولوا احنا اكيك على بعضه راك ما تحسنش من روحك، اما كي تحط جول لروحك تلقى روحك ديما تخدم عليه تنجم تخلط للجول هذيك. خمم في بعض الباك خاطر في الفاك باش نعرف شنو هي نخدم من بعدها وشنو نجم نوصل وكيفاش باش نعمل معناها في حياتي كلها. الباك باش يحدد لك معناها مستقبلك باش يكون، معناها انت والسكور نتاعك، انت والنوت نتاعك باش تكون، السكور باش يفرق مش كيما سكور معناها انا هز للميديسين، كيما سكور معناها منعش انا هزك الحاجه معناها اقل برشا معناها سكور باش يفرق، معناها الباك باش يحدد لك معناها مسير حياتك من بعد باش تولي، انت وين باش تتوجه، انت وين باش تمشي من بعد. بالنسبه لي انا الباك مسيري معناها. نخمم معناها ناخذ الباك بنوت بي وبعد نشوف النوت نتاعي معناها السكور نتاعي وين يوصل، ما نخممش بعد انا الحق، خاطر برشا عباد عندها تقول لك انا عندي هدف بعد الباك باش نوصل للحاجه، انا الحق لا. لو فيت انه موجود تلميذ البكالوريا في المنزل مع عائلته، الام تسال ويا وقتاش هيا وين وصلت في التحضير، لهنا لا لهنا يلقى راحته، لهنا متوفر كما قلت الظروف الملائمه، فما الطاوله الكرسي، فماشك الضغوطات النفسيه اللي تسببها العائله، نعرف هي عن غير قصد لكن هذيك هو يعني ستريس نتاع الام والبو، يحبوا ولادهم ينجحوا يحبوهم في ظروف ملائمه لكن هذيك يسبب لهم ضغط. هو باش تلقى ضغط هكا ولا هكا يعني منك انت باش تحاول يعني باش تفرح عائلتك كل شيء، اما الحق العائله مخليني يعني على راحتي كل شيء مش عامليني حتى ضغط نجي باش نقرا كل شيء، نقصوا هكا في الحس شويه وكل شيء يدلوني كم سيباك وكل شيء. عباره انا ريت عندي ايتاج وحدي نقعد فيه كان انا هكا نقعد بيه بس السوايع نقرا نشطح نغني نعمل اللي نحب عليه الفايده في الريزلتا من بعد، مانيش قاعده نلقى في قلق معناها كلي على راحتي نقعد ما مقلقني حد. انا الكبير في الدار معناها خالاتي ودارنا كلهم يستنوا فيا، دونك انا هو الفرحه الاولى ان شاء الله وان شاء الله نوفق ونفرحهم الكل. نجي باش نقرا كل شيء نقصوا هكا في الحس شويه وكل شيء
يدلوني كم سيباك وكل شيء. فرحة الباك نستنى فيها العائلة الكل، أنا بيجي يعني نستنى فيها وعائلتي وخالتي كل يعني العائلة الموسعة كلها. كل عائلة التونسية الكل خاطرنا باك دونك شو اللي هكا لهوة خاصة نقص عليهم الحس معناها يوفرونا الحاجات البهية الكل معناها في الدار يبدأوا يشريونا ويحطونا هذو متاع البنات هذو متاع أسماء وابتسام معناها بشي فهمت كيفية معناها معاملة خاصة تتسمى في الدار ومش حتى ممكن معناها من معناها فامي صغيرة حتى من فامي كبيرة معناها الناس الكل تستناها الناس الكل تحكي بالتليفون اش عاملين سافا دفراتهم سافا نوتي تاع التيميس الأولى والثانية والثالثة سافا كيفاش معناها عادي والباك بلون وين يشوفونا نحن تعبين هم يقولوا لنا برا ارقدوا ديما تلقى كل حاجة يقولوا لك معناها ارتاح يزيك مش شكل يزيد ستريسي وكيزمك تاخذ الباك يزمك تنجح بمأنكم ليه الحق ما همش ضغطين علينا بالعكس هما يقولون ديما معناها هما ديما يشدوا علينا ويحضرونا ساعات مثلا كي يروحوا مثلا يحضرونا مثلا ينظمونا البيت يحضرونا برشا حاجات معناها يحضرونا الطاولة ديما نلقى كل شيء حاضر الحق ماشي احنا نحبش حد في فرح عائلته بالباك بالحق الفرحة هذه نحسها معناها خارجة من القلب تحمل العيلة كل تفرح ما نحبش معناها واحد يقعد معناها مش فرح نحمل العيلة كل تفرح خاطر بالحق فرحة سيرتو نحنا زوز معناها فرحة زوز باش تكون أكبر برشا من فرحة واحد بالحق ولا نحب وماي معناها يفرحوا خاطر بالحق تعبوا معانا وسهروا معانا بدهم يحفظوا نحنا نحفظوا وهم هم معانا يحفظوا معانا بريس خاطر نقعد هفتك شد عليا بابا شد عليا أمي بالحق يقعدوا معانا ويقعدوا يشجعوا فينا على الآخر وشنيا هو الباك يقولونا ما هوش حاجة كبيرة معناها باش انتم تعملوا لها هكا معناها حاجة كبيرة روعة عادي الباك معناها الناس كل تعديت به انا تعديت به امكم تعديت به معناها عادي الباك بالحق هما اللي حسيتهم ستريسي اكثر منا رحنا امي بابا يستنفرج التباهي على الاخر خاطر يعني ملي انا صغيره قرايه في عائلتي معناها والكل دونك فما امل كبير فيا كانوا نخلط الحاجه بيه وان شاء الله ما نخيبهم شو كهو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل المترشحين لامتحان البكالوريا محليهم المترشحين وقت اللي يحكيوا اللي هم يحبوا يفرحوا والديهم ويحبوا متى يضمنوا مستقبلهم وعين بضرورة الامتحان ضرورة أنهم يعديوا وضرورة أنهم ينجحوا ومش يخموا كان في الامتحان يخموا فيما بعد امتحان البكالوريا والشعبة اللي باش ياخذوها معناتها محليه الوعي هذايا ومحليهم من الصغيرات والتلامذة هذوما اللي معناها فاهمين أرواحهم شنو يحبوا يعملوا بالبكالوريا سي محمد قبل ما نحكيوا على هذايا فما حالات خاصة يعديوا البكالوريا ككل سنة صحيح بالنسبة للسنة هذه عندنا كيما قبل عندنا حالات خاصة وزارة التربية ديما تحتاط للحالات هذوما الخاصة تكريسا لمبدأ الإنصاف والمساواة في حق الاجتياز للامتحان تمكن التلامذة اللي يمروا بصعوبات صحية أو موجودين متواجدين في مستشفيات أو حتى في السجن المدني من اجتياز الامتحان هو حق يقعد ديما موجود يعني كل ما كانت موجودة حالة وإن شاء الله يكونوا الناس كل لباس إلا وزارة التربية تدخل على الفور حتى في خلال الامتحان أو ليلة الامتحان أو ما في فترة من فترات إذا كان أي تلميذ تعرض للوعكة الصحية أو غيره توفر له الإمكانية باش يواصل الامتحان وما تحرموش من الامتحان حتى في مؤسسة استشفائية وهذا حق من حقوق أولادنا وحق يضمنه الدستور التونسي إن شاء الله ربي ينجحهم الكل شفنا الروبورتاج سي محمد التحضير للبكالوريا ما يبداش فك جمعتين الاخرانيين نتاع ريفيزيون يبدا من اول العام كما شفت التلامذه شنو قالوا ضروري جدا وانه التلميذ يكون مهيئ من بدايه العام لمثل هذا الامتحان الوطني بالضبط وهذا اللي كنا نحكيوا فيه قبليك التلامذه واعيين اللي هما عندهم مسؤوليه باش يحضروا امتحانهم بصفة مبكرة يعني مش في آخر وقت وذاك علاش اللي حضر امتحانه ما يستحقش الغش اللي خدم قبل سنوات من كما قلت قال السي شهاب خدم من الوقت التوجيه متاعه يعني حضر روحه لامتحان البكالوريا يعني يكون مطمئن على نتيجة الامتحان متاعه وبالعكس يكون ربما يعمل على نتائج يعني باهرة وقوية اللي تمكنه نهار آخر من التوجيه اللي يحب عليه هو المترشحة قالت نحطوا هدف يلزمنا ما نبنيوش هكاك نحطوا هدف ونحاولوا باش نخلطوا له الهدف هذاك باش نجموا نوصلوا له بالضبط محليها حالة الوعي هذه من المهم جدا هو انه المترشح حينما يدخل الامتحان ولا اي انسان حينما يدخل الامتحان هو عارف
قام بعملية تقدير لقدراته، وهذه القدرات إلى أين ممكن أن تذهب به، حتى لا يطالب نفسه بأكثر مما يستطيع، وحتى لا معناها يحصل نتائج هو قادر على أن يحصل أفضل منها. وبالتالي من المهم جدا أن يكون لكل شخص له هدف، لأنه الهدف يشتغل أو يتحول إلى محرك. محرك لماذا؟ لمزيد بذل الجهد، لمزيد التدقيق، لمزيد الحرص. لماذا؟ لأنه هذا الهدف، مثلا الهدف أن أتحصل على 14 فما فوق، فهذا سيتطلب مني. الهدف القبل هو أني أتحصل على قريب من الحسن، فهذا يتطلب مني جهد معين وتحذير معين واستعدادات معينة. وبالتالي من هذا الهدف لا يتحدد في آخر لحظة وفي نهاية المطاف، هذا الهدف هو تتويج. أنا لي كتاب، يعني دراسة في منشورة في كتاب ما نحبش نذكر يكون اسمه، هو دراسة أجريت على 400 تلميذ. الجزء الثاني للعنوان الكتاب هو الآفاق التلمذية ما بعد الدراسية، وأجريناها على تلاميذ السنوات السابعة والثامنة والتاسعة. هناك من في هذه المستويات السابعة والثامنة والتاسعة من يعرف ماذا سيريد سيصبح وهو مازال في السنة السابعة والسنة الثامنة. والهدف المستقبلي أو الأفاق المستقبلية هو مشروع عائلي وليس هو مشروع فردي. مشروع عائلي من حيث أولا أنه يتأثر بالبيئة الأسرية التي يعيش فيها الفرد واللي بيشتحيله، لأنه دائما ما يقال أن الابن يعمل على أن يتجاوز أبيه، ولذلك هنا تأثير الأسرة مهم جدا مع الأسف، لأنه حينما يكون مثلا الأب مهندس فبالتالي سيصبح هدف التلميذ أن يكون مهندس أو أفضل، وبالتالي يكون هنا الهدف متاعه أرقى وأعلى. وحينما يكون الأب مثلا تعلم إلى السنة السادسة فهو قد يصل إلى البكالوريوس يقول لك أنا صرت البكالوريوس حاجة به برشا، أنا بابا ولا أمي قاعدين سيزيام. إذن تأثير الأسرة تأثير معناها مهم جدا في حتى في تشكل مثل هذه الأهداف. وأنا هنا مثلا في فترة كنت مدير معناها مؤسسة تعليمية يعني ليسي، فأردت أن أفهم كسوسيولوج وليس كمدير لماذا البعض ينقطع ويحرص على أن لا يقع التشطيب حتى يصل إلى البكالوريا. فحينما استدعيتهم تقريبا 50 مترشح، حينما استدعيتهم إلى وأردت أن أفهم منهم كسوسيولوج مش كمدير، ففهمت أن الغاية منهم هو أن يجتاز البكالوريا ليتحصل على ريلوفيد نوت ليقدمها في مناظرات لا تطلب سوى أن مستوى سنة سابعة. ليه مثلا كما الديوان قبل ولو أنه عليه الشرطة قبل كانوا حتى منيفو توا تطلب. فبالتالي هنا أهدافهم محدودة، وهذا ما يبرر أنه هو لا يريد أن ينجح. فبالتالي لا نستطيع أن نحيد تأثير العائلة في المعنى الإيجابي أو حتى في معناه السلبي مع الأسف. ولذلك العائلات لابد أن تكون واعية بهذا، وحتى المدرسين، لأن المدرس هو كما يقول بيرينو هو استمرار للولي، والولي هو استمرار للمدرس. ولذلك يقول فيليب بيرينو في مهنة التلميذ لا يوجد انقطاع ما بين المدرسة والعائلة، فالمدرسة تتواصل في العائلة والعائلة تتواصل في المدرسة. وتصديقا لكلامك أستاذ، المترشحات الأخوات اللي شفناهم توا في الروبورتاج قالت لك أمي وبابا يشدوا علينا، حتى يحفظوا معنا الدروس ويشدوا علينا، وأمنيتهم وأنهم ينجحوا باش يفرحوا أمهم وأبوهم وباش يهديوا لهم النجاح هذايا. سي محمد، حكينا زادة في الروبورتاج سألناهم قداش تتكلف أبوبري البكالوريا، نحكي دروس خصوصية دخلت في عاداتنا بشكل ملفت توا، الدروس الخصوصية في كل المستويات خليني أقول، لكن بصفة خاصة في البكالوريا، معناتها أموال طائلة تصرفها العائلة التونسية لتأمين نجاح ابنها في امتحان البكالوريا. صحيح، مع الأسف اللي الظاهرة هذه موجودة وتفاقمت في السنوات الأخيرة وما زالت موجودة، رغم أن القانون يمنع دروس خصوصية إلا في إطارات معينة يضبطها القانون. لكن أنا نرجع المقاربة اللي قال عليها سي شهاب، يعني الأعداد، وقت قلنا الأعداد الجيد من السنوات الأولى يمكن يوصل تلميذ ما يستحقش الدروس الخصوصية في مرحلة معينة، يمكن التلميذ اللي يحتاج دروس خصوصية اللي ما بداش الاستعداد متاعه في فترات مبكرة
او ربما عنده نقص في التكوين نتاعو. وبساعات سي محمد ضغط البرنامج اللي يكون فما برشا ضغط. صحيح. وذاك علاش باش يحضر البكالوريا والبرامج طويله والمده نتاع الدراسه نتاعها ما يخليش التلميذ يحضرها او يستوعبها بالكدا في القسم، فيحتاج الى معناتها دروس خصوصيه. بالضبط، يحتاج الى مساعده. وذاك علاش في اطار اصلاح المنظومه التربويه هذا مش سيؤخذ بعين الاعتبار، يعني باعتبار تخفيف البرامج، باعتبار فما برامج ربما ما تكونش موجوده في لاثقال كاهل التلميذ، باش يكون التلميذ يستوعبها في مجالات اخرى، لكن وتكون الدروس مضبوطه اكثر. هذا من شانه ربما في المستقبل باش ينقص من ظاهره الدروس الخصوصيه وينقص من احتياج التلميذ للظاهره هذه. خاطر لاحظوا مش كان المربي يطلب باش يقري، بالعكس فيه هو في غالب الاحيان الولي يطلب. الولي لا يطلب في البكالوريا، لا الولي في البكالوريا يطلب، لانه الاولياء الكل معناها يحبوا يتوجوا مسيره اولادهم الدراسيه يحبوا يتوجوها شهاده البكالوريا ويكونوا حارسين معناتها اكثر حتى من ولدهم في انهم اغلب الاولياء تستثمر في ولادهم، يعني يولي والله مبالغ طائله تصرف في البكالوريا بالنسبه ليه، يعني مستقبل ولده معناتها لنيل شهاده البكالوريا. بالضبط، هذا هو. فما ناس توصل تاخذ قروض باش يوصل يقري ولده دروس خصوصيه باعتبار اللي يعتقد لي ربما، ومش يعتقد يعني ربما تحسنوا في النتائج نتاعو في المستقبل. هذه ظاهره موجوده، ماهيش ظاهره سلبيه 100%، لكن الاكثر منها هو سلبي. كما قلنا القانون التونسي يحدد مجالات الدروس الخصوصية، فما دروس خصوصية موجودة في إطار منظم وفما دروس خصوصية اللي هي مش قانونية. لكن مدام لو كي ندخلوا في القراءة الكيفية للدروس الخصوصية معناها وتفكيكها، لاحظوا انه فعلا إجرائيين وعمليين اكثر الذين يقرؤون وحريصين على دروس خصوصية هم المتميزين. باش ما نعرف علاش انت شفتوا في الروبورتاج علاش ضغط المعدلات المرتفعه المطلوبه في الشعب التي ما زالت تمارس ضغط اجتماعي على انها هي المهن التي ترتبط بالواجهه الاجتماعيه، فبالتالي الخمسه مهن اللي نعرفوها ترتبط بالواجهه الاجتماعيه ما زالت تمارس على انه هي، ولو انه هي في الحقيقه الرونتابيليتي نتاع المهن الحالية لم تعد مرتبطة بهذه المهن المرتبطة بالواجهة الاجتماعية. اليوم هناك مهن ليست لها واجهة اجتماعية ولكن مردوديتها المادية أضعاف مضاعفة مثل الطبيب أو الأستاذ أو المهندس أو الطيار أو المحامي، ولكن بقي ضغط هذه المهن في التمثلات الاجتماعية ما زالت تمارس ضغط على التلميذ وعلى الولي أنه يحب يطلع طبيب مهندس إلى غير ذلك. ثم هذه الشعاب نتيجة هذه المنافسة أصبحت مقاييس الولوج إليها عالية جدا، 16-17 معناها في الطب 16.5 في سنوات لا معناها لا يقع قبوله في أحيانا أكثر من 16. لا أثناء مثلا في المغرب اللي مشاو للمغرب 40 حالة تقريبا أقل واحد 15 فاصل من الأربعين، يعني حتى بالأربعين نتاع الفتح الأفاق في دولة عربية أخرى يعني تحت 15.5 لم يستطع أن يدخل إلى كلية، ولو أنه ليس من السهل وليس من البسيط إطلاقا أن يتحصل تلميذ في البكالوريا على 15 معدل ممتاز، مش 17 فقط ممتاز، 15 ممتاز، لأنه ليس من السهل. وهذاك علاش سمعنا التلامذة كي يحكيوا المترشحين يقول لك أنا مانيش نخمم في البكالوريا، أنا نحب ننجح باش نضمن ما بعد البكالوريا. فما شكون حتى حكيت لي قالت لي أنا نحب ناخذ الباك لأني ما نحبش نحمل والدي مصاريف أنه يبعثوني إلى ولاية أخرى بعيدة معناتها تتكلف لهم، تحب تقعد في تونس تاخذ شعبة في تونس لهنا باش تضمن معناها ما تكلفش والديها المصاريف. على الدروس الخصوصية أو الإقبال على الدروس الخصوصية يعني هو نوع من أنواع ضمان أوفر الحظوظ من أجل ليس فقط النجاح ولكن بلوغ المعدلات العليا. ولذلك إحصائيا لو نقوم بإحصائية دقيقة أو موجود الإحصائيات، نسبة أو أكثر من النصف بكثير هم من الذين تقريبا ضامنين نجاحهم، ولكن هم الدروس الخصوصية بالنسبة لهم نوع من المساعدة الخارجية التي قد يفتقدها الأولياء، لأن البعض لا يجد أولياء ولا يستطيعون أن يساعدهم معرفيا لأنه لا يملكون الرأسمال المعرفي أو الرأسمال الفكري، أو لأنهم هم منشغلين فيعوضون فعل المساعدة العائلية ب المادة بأنه يوفر له في كل مادة يعني أستاذين مش حتى أستاذ، ولذلك هذا العائلات القادرة.
قادرة ماديا ولكن غير قادرة عمليا أنها تساعد. وإحنا وصلنا حتى في الرياضة نعملوا دروس خصوصية في مادة الرياضة. لأنهم ما يقرأوش الرياضة. معناتها وصلنا مع تحدي في مادة الرياضة نقرأ ونعملوا. أي يحتاجوا أنه باش يكثفوا باش يعملوا أكل التمرين يتدربوا على التمرين أكثر حتى يتحصلوا على أعلى معدل. هو الولي لهنا مسكين يحط فلوسه ومعناها يعمل كل الفرص في سبيل أنه يوفر لولده. معناها هو عمل اللي عليه معناها يعطيه كل الفرص باش هو ينجح. بالضبط. يعني الولي هنا بالنسبة لي يلوج على التميز كما قال سي شهاب. يعني باش ولاده نهار آخر في التوجيه ما يلقاو أحسن توجيه ممكن باش ما يحتاجش من بعد مصاريف إضافية أخرى ما بعد البكالوريا. ما يتعبش في الشعبة لأنه البكالوريا مهمة صحيح لكن ما بعد البكالوريا هو الأهم. بالضبط. التوجيه هو الأهم تولي. تلامذة متاع الباك ركزوا على حاجة العائلة الكل تسأل الخالات الكلهم يسألوا كلهم يستنوا في فرحة البكالوريا. ماذا بينا احنا كل حسن نفاهوا بنحكيوا على فرحة البكالوريا ونتمنوا لهم الكل انهم ان شاء الله يفرحوا والديهم ويفرحوا عائلاتهم وان شاء الله متى تكون شهادة البكالوريا في كل منزل وصغاريت في كل دار ان شاء الله يا ربي. وعين معناها بانهم مسؤولية إضافية انهم يفرحوا عائلاتهم ويفرحوا والديهم ومجهود نتاع سنوات يتوجوه بهك الشهادة نتاع البكالوريا. طبعا اكيد هو العائلات كل تنتظر هذا حدث. هو عرس تربوي بأتم معنى الكلمة وتتويج لمسار كبير. الوليدات كل تستنى وزارة التربية هي بيدها تستنى طبعا. في ثمرة الخدمة اللي تخدمت على مدار السنة كاملة والمجهود والتجند الكبير اللي صار في خلال الفترة هذه قلت لك 150 ألف تجندوا لإنجاح هذه الامتحانات. يعني العرس مش يكون نهار 25 جوان هي النتيجة الرسمية ويسبقها بالأرسلات القصيرة طبعا كما العادة. إن شاء الله نتمنى النجاح. إن شاء الله الزغاريش في كل دار. وكما قلت من الأول يعني الامتحان هو في متناول التلميذ العادي المتوسط واللي أعد العداد الجيد للامتحان متاعه يكون حليفهم إن شاء الله. وأنتم ما بيدكم كوزارة نتائج تفرق معكم برشا لأنكم تعملوا التقييم خاصة أنك النتائج اللي تطلع كل سنة والفرق بين الجهات وكيفاش باش تخدموا السنة المقبلة على معنى تفاديك الفروقات الكبيرة بين نسب النجاح بين الولايات. بالضبط هذا هو. يعني ما بعد النتيجة وزارة التربية الإحصائيات دوكم تستغلهم في القيام بدراسات نوعية على مستوى كل ولاية. هذاك علاش النتائج البكالوريا ماهيش نتيجة برك بس بين احنا هي دراسة للمستقبل لتحسين مردودية. وطبعا حتى في الإصلاح المنظومة التربوية سيقع الاعتماد على هذه النتائج والتقييمات هذه اللي صارت بصفة استباقية عن طريق خبراء التربية باش نعطيه الدفع أحسن في المستقبل للتلاميذ ونتفاداو. حتى مثلا نعطيك على سبيل الذكر فما نتائج تعطيك ارقام يعني ماهيش طبيعيه في نسبه الاصفار في على ماده معينه اللي ما يكونوش متوقعينها في الواقع لكن في الدراسات تثبت اللي فما نتائج ماهيش عاديه. هذاك علاش الدراسات اللي مش تخدم عليها هذاك انطلاقه تكون باش لاصلاح المنظومه التربويه على مستوى اللغات مثلا. نكمل معك أستاذ شهاب. إن شاء الله فرحة الباكسعة في كل دار. مهم برشا أنه معناها نشجعوا المترشحين الكل. مهم برشا أنه نتمنى لهم النجاح طبعا والتوفيق. ولكن راهي البكالوريا محطة ككل المحطات. هذا ما أريد أن أوجهه للعائلات وأبنائهم معناها يتوجهوا في اليوم الأول للبكالوريا. نقول لهم انتهى دوركم الآن اتركوا هو يجتاز امتحانه يعود إلى البيت وفر له الراحة قل من الأسئلة واتركه معناها يجتاز الخمسة أيام ثم اسأله ثم يقع التقييم. لماذا؟ لأنه المتابعة قبل فترة المراجعة مهمة ولكن أثناء فترة الامتحانات تصبح عندها مضاعفة ويصبح عندها تأثير سلبي. ولذلك من المحبذ ومن النصيحة نعطيه للأولياء هو في هذه الفترة الأيامات الاجتياز معناها الامتحانات نقلل من أسئلة ولا ندقق أو بسؤال بسيط شنو واش عملت لاباس صافي برا ارتاح وإذا نفكر في الغد أكثر من هذا. فبالتالي الحرص أكثر من هيك يعطي مفعول عكسي. مع أننا نتمنى أن يقتحم الفرح كل باب اقتحاما ويدخل كل بيت وتنطلق منه الزغاريت حتى
تسمع في أصقاع الدنيا. لأنه هذا فرح جماعي. العائلة التونسية محتاجة لا هو فرح جماعي. كل تلميذ ينجح هو إنسان المستقبل صنعته الدولة لنفسها. وبالتالي وزارة التربية تفرح لكل تلميذ ينجح والدولة تفرح لأنه في نهاية المطاف التلميذ هو مواطن المستقبل ونجاح هو نجاح جماعي في النهاية لأنه هو تدويج لعمل جماعي. لولا كل هذا العمل الجماعي لما كان هناك امتحان ولما كان هناك نجاح. نعم وهو طبعا اعتراف للوالدين بتضحيات اللي قدموهم وهذا اللي اكدوا عليه المترشحين قبيله في الريبورتاج. ان شاء الله احنا نتمنوا النجاح والتوفيق لكل المترشحين في الدوره هذه وان شاء الله يا ربي نسمعوا الافراح في كل البيوت التونسيه وبالتوفيق طبعا لكل المترشحين بالتوفيق لكل السنوات مش كان البكالوريا فقط محليها فرحه النجاح وان شاء الله ربي ما يحرم منها حتى حد. شكرا لكم ظروفي الكرام. شكرا لك سي محمد الحاج طيب المكلف بمهمه بديوان وزيره التربيه على الحضور معنا. شكرا لك سي شهاب اليحيوي استاذ وباحث في علم الاجتماع. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وبالفرحه ان شاء الله في كل البيوت التونسيه. الى اللقاء.